السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ربكم خير وسعادة. الفيديو بتاع النهاردة فيديو مهم جدا، وناس كتير بعتت لي على كنت انا عامل فيديوهات قبل كده عن الجيش، كانت كاتبة لي كومنتات وكده عن الموضوع ده، او موضوعين يعني موضوعين هنتكلم فيهم النهاردة ان شاء الله. هنتكلم عن الوزن الزايد، وهل فعلا الوزن الزايد او السمنة المفرطة بتطلع من الجيش ولا لا؟ طب لو بتطلع من الجيش انا اعرف هطلع من الجيش ليه؟ هطلع من الجيش ولا لا ازاي؟ ايه الحسبة اللي بيعملوها القوات المسلحة وانت رايح تكشف علشان يا يطلعوك يا ما يطلعوكش؟ لان في ناس وزنها زايد بتروح وبتدخل، وفي ناس وزنها زايد بتروح وبتطلع قافلة. هنتكلم النهاردة عن الوزن الزايد، وهل يعني وازاي بيتقابل في الجيش او الحزبه اللي ماشيه بقى القوات المسلحه، هقولها لكم وهقول لكم امثله عليها. وهنتكلم كمان عن اللي هي النحافه الشديده، اللي هي الناس اللي هي عندها نحافه شديده، ولكن بعد الانترو. ورجعنا لكم تاني، وخلينا بقى نخش في الموضوع. استسمحكم بس ان انا هقرا بس من الورقه من السكريبت اللي انا كاتبه، علشان ده في حاجات انا مش حافظها، انا جايبها لكم من على النت وكده، وحاجات يعني مفيده لكم بخصوص الموضوع ده، مفيده جدا. تمام، بيقول لك هنا في القرار رقم 125 لسنه 2020، القرار ده صادر من وزير الدفاع. القرار ده بيقول ايه بقى؟ بيقول وضع السمنه المفرطه بالاضافه لضعف البنية الشديدة اللي هي النحافة الشديدة، يعني الوزن الزايد والناس اللي هي نحيفة جدا، من مشاكل الجراحة العامة التي تجعل الشاب غير لائق طبيا. يعني بمعنى هو قصده في القرار ده، او القرار اللي صدر ده عن وزير الدفاع سنة 2020، قصده بيه ان الناس اللي عندها وزن زايد او سمنة مفرطة، والناس اللي البنية بتاعتهم ضعيفة، او يعني في ناس بتبقى البنيه بتاعتهم ضعيفه جدا، انت لما بتروح تكشف وانت بتقلع وكده بيبان، يعني بتبص تلاقي عظم صدره باين وكده زاد عن اللزوم جامد، فدي البنيه الضعيفه. تمام، والوزن المفرط في مشاكل الجراحه العامه، ودي بتسبب ان الشاب او المجند بيبقى غير لائق طبيا، يعني بيطلع اعفى. ده قرار كان نازل سنه 2020 من وزير الدفاع. تمام، بدايه كده عايزين نتكلم مع بعض شويه عن الحاجات دي. انت لما بتروح، في ناس يعني انا واحد من الناس لما كنت داخل الجيش اتحولت لجنه عليا، كان عندي حاجه يعني. تمام، ولما رحت اللجنه العليا دي كان في ناس فعلا كتير هناك عندها وزن زايد مش طبيعي، وزن زايد. في ناس دخلت وطلعت قافه، وفي ناس لبست او دخلت الجيش مع ان عنده وزن زايد برضه. طب ايه الحسبه القوات المسلحه ماشيه بيها؟ وليه ده طلع وليه ده ما طلعش من الجيش؟ يعني ليه مع ان ده عنده وزن زايد وده عنده وزن زايد؟ بصوا يا جماعه، هما ماشيين بحسبه كده معينه، انا هقولها لكم في اخر الفيديو، بس اتمنى تسمع الفيديو الاخر، هقولها لكم وهقول لكم ازاي بيحسبوا الحسبه دي. ولو انت يعني عندك وزن زايد هتعرف انت هتطلع من الجيش ولا مش هتطلع من الجيش، بس في اخر الفيديو. عايز اتكلم بس معاكم في حاجه، السمنه المفرطه هم يقصدوا بيها يعني في ناس لما بتقلع وكده بيبقى عندها التسدي، او يعني لمؤاخذه يعني صدرها بيبقى شكله وحش، بيبقى شكلها وحش. والجيش اصلا عامه يعني معتمد على القوه البدنيه وعلى اللياقه وكده، انت بتطلع طوابير لياقه وبتطلع حاجات من دي، فالطبيعي ان هم عايزين حد يعني يمارس معاهم الحاجه دي، يبقى عنده القوه البدنيه وعنده التحمل ان هو يعرف يعمل الاعمال الشاقه دي. مش يعني لو واحد وزنه زايد او نحيف زياده عن اللزوم مش هيعرف يعمل الاعمال بتاعتهم دي. فعلشان كده حطوا الوزن المفرط والنحافه الشديده في قانون اللي هو قسم الجراحه العامه، وده بيطلع اعفاء. تمام، علشان ما اطولش عليكم برضو هعرفكم ازاي بيحسبوا يعني بيحسبوا الوزن، او وبناء على الحسبه دي بيطلعوا، بيقول لك يا اعفاء يا هتلبس جيش. تمام، لو قلنا هنا عندنا مثلا الكلام ده هم بيحسبوا عن طريق طرح 100 سم من الطول، وبعد كده بيجمعوها على نص الناتج السابق مقارنه بالوزن المطلوب. انا قلت كلام اكيد ما حدش فيكم فاهمه، خلينا نقول مثالين، مثال لواحد هيدخل ومثال لواحد مش هيدخل. تمام، اول مثال لواحد هيخش الجيش، تمام، او هيلبس مع ان هو عنده وزن زايد، ولكن الحسبه اللي هم حسبوها لا رشحت لهم ان هو لا هيدخل الجيش. تمام، طب ايه الحسبه بقى؟ بيقول لك شاب وزن شاب طوله 180 سم، 180 سم هكتب لكم جنب هنا، طوله 180 سم ووزنه 110 كيلو. تمام، اركن وزنه على الجنب ال 110 كيلو دول، خلينا في الطول.
180 سنتي هتشيل المية هتفضل 80 سنتي. نص التمانين كام؟ 40. يبقى هتضيف التمانين على 40 هيطلع 120. تمام؟ يبقى هو ادك كام؟ 120. واحنا قلنا وزنه في الاول كام؟ 110. يعني هو لو كان جاب ال 120 او فوق ال 120 كان طلع اقل، لكن هو وزنه 110 اقل من ال 120 اللي احنا حسبناه دلوقتي، فبالتالي بيخش الجيش. وصلتكم؟ ده كده بيدخل الجيش، ما بيطلعش اقل، علشان هو وزنه 110، واحنا لما حسبنا مع بعض طلع المفروض او المقياس بتاع الجيش بيقول لك 120 وطالع للشخص ده، من 120 كيلو طالع لو هو وزنه كده هيطلع من الجيش، لكن هو وزنه 110 فعشان كده دخل الجيش. طيب خلينا نقول مثال تاني برضو لواحد او شاب طلع اعفى وخد غير لايك بسبب الوزن الزايد، علشان برضو تعرفوا وتحسبوا لنفسكم. الشاب ده طوله 170 سنتي ماشي، ووزنه 110 برضو، اركن برضو وزنه ده على جنب، 110 يبقى هو وزنه 110 وطوله 170، اركن الوزن على جنب، 170 هنشيل ال 100 هيتفضل 70. طيب نص 70 كام؟ 35. يبقى 35 زائد 70 بكام؟ ب 105. طب احنا قلنا الشخص ده وزنه 110، اذا هو عدى الوزن اللي مسموح ايه؟ مسموح ليه. هو كان هو 110 والحسبه اللي هم حسبوها يعني طلعت من 105، فوق ال 105 هيطلع اقل، تحت ال 105 هيلبس. هو 110 يعني طلع فوق الوزن ب 5 كيلو، علشان كده طلع اقل. تمام؟ اتمنى لو انت مش مركز في الحاجه دي ارجع تاني عيدها، عيد الفيديو او عيد اللقطه دي تاني، وانا برضو هكتب لكم فوق بالارقام بحيث ان انت يعني تعرف تحسب لنفسك، لو حد عنده سمنه ولا كده تعرف تحسب له هيطلع ولا مش هيطلع. دي الحسبه اللي القوات المسلحه ماشيه بيها. تمام؟ بالنسبه بقى للنحافه الشديده، لان انا كنت وانا بكشف برضو شفت ناس يعني ماشي يعني بجد يعني ربنا يشفيهم يعني ويطول لهم في عمرهم، رايحين في داهيه، عظم صدرهم باين، ضعاف ضعاف ضعاف، محنيين من كتر العظم عندهم ما هو ضعيف. تمام؟ فدي ناس بتتحط برضو في قسم اللي هو زي ما قلنا في القرار بتاع وزير الدفاع في قسم الجراحه العامه، ودي برضو ممكن تطلع اعفى. تمام؟ ولكن هي انا ما اعرفش المقياس بتاعها، ولكن ان شاء الله هحاول الحلقات الجايه ان شاء الله هتكلم لكم في حاجات من دي كتير. فانت لو انت عايز اي مشكله ولا كده سيب لي في الكومنت في الكومنتات تحت، وان شاء الله في فيديوهات كتير جايه عن الحوارات دي. تمام؟ بس ده الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون عجبك، بس ما تنساش بقى اشترك معايا في القناه وتفعل الجرس، واهم حاجه لو استفدت باي معلومه بالله عليك لايك على الفيديو. واشتراك بقى عشان ايه؟ في فيديوهات كتير جايه من النوع ده ان شاء الله عن الجيش. اشوفكم على خير ان شاء الله وفي امان الله. سلام.